عندنا النهاردة أي عدد من الدبابيس احنا عايزينها، هنقول كيلو. كيلو دبابيس فراخ هنحتاج له نص معلقة صغيرة من التوم الباودر ونص معلقة صغيرة بصل باودر وبابريكا، تمام، وملح وفلفل اسود. دي كده تتبيلة الفراخ بتاعتنا، تتبيلة بسيطة وجافة كده والدنيا سهلة خالص. كمان الصوص بقى هنحتاج له ربع كوباية من الجبنة الرومي، نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا، معلقتين كبار من الزبدة، كوبايتين حليب، مكعب مرقة، ومعلقة كبيرة من الدقيق، ونص معلقة صغيرة توم باودر وملح وفلفل اسود. خلاص خلصنا المقادير، تعالوا بينا بقى مع بعض نشوف طريقة التحضير. بداية كده هنحط صينية أو وك على النار علشان يسخن، تمام، وتعالوا بينا نتبل قطع الفراخ الأول. نتكلم بقى على الدبابيس النهارده، احنا النهارده مستخدمين دبابيس، تقدري تستخدمي صدور فراخ، أي قطع أجنحة، أي حاجة أنت عايزة تستخدميها من الفرخة فمتاحة بالنسبة لنا. أهم حاجة هنغسلها كويس جدا جدا، تمام، ونغسلها كده بملح خشن، دقيق ذرة، أي حاجة أنا بنضف بيها الفراخ عشان استبعد اي زفاره منها، فبنغسلها، اهم حاجه نغسلها كويس قوي، نشطفها كويس جدا جدا، وبعد كده ببتدي احطها في مصفه تصفي الميه بتاعتها تماما، وبعد ما صفت الميه بنشفها وابتدي اخد ده كده الدبوس، دبوس اهو، بس عشان هم عملوه كله ما سابوليش واحده، بصوا كده الدبوس كده بيبقى مقفول بالشكل ده، تمام اهو، بجيب السكينه وابتدي افتحه كده، وبعد كده بروح بايديا وعاملاه بالشكل ده، يبقى عامل زي الفراشه كده، تمام، يبقى بالسكينه بنعمل فتحه وبعدين نفتح كده الدبوس، يبقى معانا بالشكل ده علشان يتقبل معايا التتبيله، وكمان يبقى طعمه حلو وشارب من الصوص فيطلع طعمه جميل جدا. تعالوا بينا بقى ناخد كده، عندنا هنا بصل وتوم، ابتدي اتبل بيهم بقى زي ما اتفقنا، التتبيله بتاعتنا تتبيله كلها جافة، ايدي البابريكا، الملح، ناخد شوية ملح كده وفلفل اسود، حلو قوي. نيجي بقى نمسك قطع الفراخ بتاعتنا ندخل فيها التتبيلة اللي احنا حطيناها داخليا وخارجيا، يعني من بره على الجلد من بره ومن اللحم من جوه، زي ما انتم شايفين كده الفراخ ناشفه تماما، وده اللي هيخلي البهارات اللي احنا حطيناها تمسك عليها، تمام. لما بيكون الفراخ فيها ميه ومش متصفيه ومتنشفه كويس، لما بنحط عليها اي تتبيله، التتبيله دي بتسيح وبتقع كده ومتبقاش ماسكه على الفراخ، وبالتالي انا ما استفدتش كتير من التتبيله اللي انا حطيتها، فضروري تنشفي الفراخ كويس جدا. سخن، نحط زبده، حط بس معايا كده معلقه زيت واحده عشان ما تحرقش معانا. هسيبهم يسخنوا كويس، تبلنا الفراخ بتاعتنا ومش محتاجين نقعدها في التتبيله خالص، احنا مجرد حطينا لها الملح والفلفل، بصل باودر، توم باودر، وبابريكا. هنبتدي نحط الزبده والزيت في الوك بالشكل ده، وننزل بقى الفراخ بتاعتنا عشان تبتدي تاخد لون كده وتتحمر قبل ما نعمل لها صوص. عايز اقول لكم من اطعم الوصفات، تلاقي الفراخ كده اللحم بتاعها طري ولذيذ جدا، الصوص بتاعها خطير، تقدري تعملي رز جنبيه وشويه خضار مثلا سوتيه، او تعملي سلطه وشويه رز جنبيهم وبس، والله الدنيا هتبقى لطيفه جدا جدا. كده الزبده والزيت خلاص سخنوا اهو، تعالوا بينا بقى ننزل قطع الفراخ بتاعتنا. احنا اهم حاجة عندنا تكون الزبدة سخنت كويس قوي، علشان لما ننزل الفراخ بتاعتنا تبتدي تاخد لون على طول، ما تبتديش براحتها فتنزل ميتها وانسجتها تنشف والكلام ده كله. فيلا بينا، بسم الله، احنا زي ما انتم شايفين كده فاتحين الدبابيس. اولا ده بيساعد على تسوية سريعة، بيساعد ان الدبوس من جوه كده يبقى شارب وطعمه حلو قوي علشان الصوص اللي احنا هنعمله والتتبيلة. طبعا النار تكون عالية، نعمل فراخ بنديها صدمة، لازم الفراخ تكون عالية، الزبدة تكون سخنة، كل ده بيفرق جدا جدا في طعم الفراخ واكلها، واحنا بناكل كده حس ان الفراخ من جوه كده طرية ومش بتشد ولا بتنتش معانا في الاكل. حلو قوي، نزل فاضل اتنين هننزلهم.
طبعا عارفين كلنا لما الفراخ بتتحط على النار كده بتلاقيها ايه انكمشت شويه، فبتوسع مكان للي بعديها. فاحطهم كلهم كده خلاص. حلو قوي كده، خلاص حطينا الفراخ تتشوح وتاخد لون حلو من ناحيتين. هنجهز طبق بقى علشان نخرج فيه. عندنا باقي مقاديرنا دقيق وجبن، جبنه رومي وجبنه موتزاريلا. ممكن نستبدل الجبنه الرومي بجبنه شيدر لو اللي متاح عندنا، يعني ممكن نشيلها خالص من الوصفه لو مش عايزين نحطها. وعندنا اللبن كمان والدقيق اللي هيربط معانا الصوص ويخلي كده الصوص الى حد ما له قوام كده ايه تقيل شويه. بدات الفراخ تحمر اهي. طبعا دي مش التسويه، دي يا دوبك كده تقفيله لانسجه الفراخ بتاعتنا والمسام بتاعتها وبس، ولون لطيف كده علشان نقدر نعمل بعد كده الصوص والفراخ بتاعتنا تكمل التسويه مع الصوص اللي احنا هنعمله. الفراخ اتحمرت وريحتها تجنن بجد تحفه. تعالوا بينا بقى ايه مكان ما حمرنا الفراخ والطعم اللي موجود ده والسوائل اللي نزلت من الفراخ، نبتدي نحط الدقيق معانا هنا. معلقه كبيره من الدقيق نقلبها. طبعا الصوص لو عايزه تزوديه تكتري مقاديره او تضعفيها مفيش مشكله. خلاص كده خلاص الدقيق استوى، يلا ننزل بقى بايه بالحليب. ونقلب طبعا علشان الدقيق يدوب مع اللبن. وهنا بقى نبتدي نتبل الصوص بتوم باودر. على فكرة ممكن بدل التوم باودر عايزين تحطوا توم فريش، فممكن قبل ما نحط الدقيق فصين توم كده مفرومين هنديهم تقليبة على النار وبعد كده ننزل عليهم الدقيق. كمان تقدري تضيفي مشروم لو عايزة برضو انك انت تشوحيه قبل ما تشوحي الدقيق. هحط توم باودر واحط مكعب مرقة، فلفل اسود، ملح، وما كترش، الفراخ بتاعتنا متملحة تمام. ونقلب بقى كده كل الطعم اللي نزل اثناء تحمير الفراخ في الزبده بيبتدي بقى ايه يبقى يتجانس كده مع الحليب ويديله طعم حلو قوي. ومجرد ما الخليط اللي معايا كده يسخن هنزل يلا الفراخ بتاعتنا علشان تبتدي ان هي تكمل تسويتها. هي قربت تستوي بصراحة، يعني التحميرة اللي خدتها واحنا فاتحين الدبابيس بتاعتنا مفتوحة تماما، فخلاص الحرارة وصلت لها من كل الاتجاهات وبالتالي مش هتحتاج وقت كبير خالص في التسوية. يعني 10 دقايق كمان كده الفراخ خلاص بقت دايبة. هنزلها في الخليط بتاعنا ده. ونخلي بقى الفراخ على نار هادية تستوي وتكمل تسويتها. اللهم لا احط امتى بقى الجبن، الجبن دي اخر حاجة هنضيفها علشان ما تقطعش معانا الصوص، ما تخلوش يقطع. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اي سوائل نزلت من الفراخ فاحنا بنرجعها تاني. طيب حاضر، زي الفل، الله يخليك يا استاذ حمدي. يلا بينا بقى نقفل على الفراخ بتاعتنا، هدي النار عليها ونسيبها بقى تغلي على نار هاديه والفراخ تستوي على نار هاديه لمده قد ايه؟ 10 دقائق، ربع ساعه. ده يفرق طبعا على قد حجم الدبوس، في دبابيس كبيره فبتحتاج وقت اكبر. الدبابيس بتاعتنا النهارده متوسطه الحجم فكفايه عليها قوي ربع ساعه. وبعد كده اخر حاجه هحطها هي الجبن بقى، ونقلب تقليبه كده ويلا بقى نقدمه بألف هنا وشفا. وزي ما انتم شايفين كده الفراخ او دبابيس الفراخ عندنا بتستوي على نار هاديه والدنيا زي الفل والقوام بتاع الصوص خطير. نكمل
نقفل. بينا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا او دبابيس الفراخ بصوص الفريدو اخبارها ايه. اخبارها حلوه قوي وريحتها تجنن. هبتدي احط لها بقى شويه جبن حالا. تمام، شويه جبنه رومي بقى يدوا الطعم. يا خبر ابيض، ايه الجمال ده، تحفه كده. خلاص الصوص جاهز عندك، مكرونه رز ابيض اللي انت عايزاه بقى وتعاملي ما شاء الله خطيره طبعا. خلاص احنا مش هحط الفراخ اكتر من كده على النار، مجرد ما اتحطت في السخونيه بتاعت الفراخ الجبنه ساحت والدنيا تمام، فمش محتاجه اكتر من كده. هفصل او اطفي النار وابتدي اخدها بقى علشان اقدمها وتتقدم على طول سخنه. يبقى ما نحطش الجبن غير ساعه التقديم على طول علشان تفضل معانا. بصوا تلاقي الصوص كده فيه مطه كده عشان الجبنه الموتزاريلا اللي احنا حطيناها والطعم اللذيذ من غير ما يكون في اي تخريزه في الصوص بتاعنا. بينا بقى نقدم مع بعض الفراخ بتاعتنا الخطيره. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادره اقول لكم الريحه قد ايه تحفه والصوص قد ايه جميل. وزي ما قلنا بقى رز ابيض، مكرونه، شويه بطاطس بقى وخضار سوتيه مع الاكله دي هتبقى تحفه جدا. شويه بقدونس بقى كده هنجرنش بيهم الطبق ده. واخر قطعه وتغيير في تقديم الفراخ. وزي ما قلنا في البداية خالص ينفع ان احنا نستخدم اي قطعة من الفراخ، يعني ممكن فرخة كاملة على 8، صدور، اوراك، دبابيس، اجنحة، زي ما انتوا عايزين. تحفة جدا. نشيل بقى دي كده على جنب. يا ريت ننظف الطبق بتاعنا. هايل. عندنا ايه بقى، نجيب كده المفرش بتاعنا. وديته حاجتي فين؟ زي الفل. فاضل بس تاتش كده اخضر، بقدونس، كزبره، والدنيا هتبقى زي الفل جدا.